تلاتة هاخدكم بعد كده اصحاب، بعد ما اخدش اثنين تسات دول هدخلهم. ماشي ماشي. اي حاجه انا هعمل ايه؟ طبعا بالخطايا ايه تعمل معاهم؟ اصبر ثانيه واحده، هو لازم هنا كده هنا؟ نزل الكم من فوق. وجود اللقاح في اكتر من مكان او حاجه مناسبه للسكن او مناسبه للشغل، ده بيوفر في جهدنا وفي الوقت، بدل ما انا اروح اسافر او اروح استنى في مكان. في نقط كتير ما شاء الله، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، في نقطه هنا، في النادي الاهلي، في اماكن كتيره، فكده احنا بنوفر في الوقت وفي الجهد. طيب معاها سجلي حضرتك، سجلي.